كبيره في عالم التحكيم كابتن عبد الستار علي. مساء الفل. مساء الخير يا كابتن سيد. مساء الخير، وبعد الكلام العظيم اللي انت قلته ده انا مش عارف اقول ايه بعد كده. يعني انا مش عندي اسئله، انا حابب اسمع من حضرتك، ولو حابب تعلق على كلامي يعني اتفضل يا فندم. انا بتكلم بمنتهى الامانه والحمد لله، يعني هو ربنا خلقني كده ان انا ما اقولش غير اللي انا مقتنع بيه. يمكن عشان كده انت مش شايفني على الساحه، ولا يشرفني ان اكون موجود على الساحه في هذا الوقت. لاسبابك يا كابتن، اسبابك. اللي بيحصل في السنه دي في الدوري شيء غير طبيعي بالمره، غير متوقع طبعا، لان فجاه حصل دروب غير طبيعي في التحكيم المصري. هل ده سببه ان في لغط كتير بيتقال على الفرق الجديده اللي دخلت واللي جايه واللي رايحه، والفرقه دي بتعمل كذا والفرقه دي بتعمل كذا، فبدا يوصل كلام للحكام، بدا يوصل كلام من المسؤولين، ما اعرفش، حاسس ان في حاجه غلط في المنظومه. في حاجه غلط. فالنهارده الحكم عباره عن ملقاط بيلقط من المسؤولين بتوعه هم ايه اللي عايزينه. الحكم طبعا ده الحكم ايه؟ الحكم العادي الضعيف اللي عايز ياكل عيش، والتحكيم اللي عايز ياكل منه عيش يبقى ده مش حكم. تمام. اذا ما كانش الحكم يصرف على نفسه في التحكيم يبقى ما هوش حكم. صحيح. واحنا بنقول الكلام ده طول عمرنا واحنا في التحكيم. كنا بناخد 30 جنيه في ماتش الدوري الممتاز، وانا جايب شنطه مثلا من اوروبا ب 3000 جنيه. واخد بال حضرتك؟ يعني فادي الفكره. النهارده اتقلبت لماده. لا انا بدي الحكم 3.5، لا انا بطلب ده رئيس اللجنه بقى بيطلب من مجلس الاداره اللي هو عضو في مجلس الاداره زياده البدل التحكيمي للحكام. طيب ايه الغرض انك انت هتعملها 5000 جنيه؟ ماشي يا عم، حاجه كويسه، بس ايه الغرض انك انت عايز تعملها 5000؟ طب ما ينفعش الاول تزود مستواهم؟ ما ينفعش الاول توحد قراراتك؟ فانت في اسبوع بتطلع تقول دي ركله جزاء، بتكرر نفس اللعبه الاسبوع اللي بعدها تقول دي مش ركله جزاء، توهت حكامك مش عارفه تعمل ايه. ما النهارده انا كحكم باخد من المسؤول بتاعي، اما الكره قدامي واضحه مليون في الميه ان ايدي طلعت من جسمي وشغلت حيز من الهواء مفروض ما تشغلوش، وجات الكوره في ايد المدافع داخل ال 18. ركله الجزاء مش عايزه كلام، مره تبقى ركله جزاء، مره يقول لك مش قاصد، لا اصل هو ما فيش تعمد، ركله الجزاء لازم يكون فيها تعمد، لمسه اليد. الله، يعني ماتش الاهلي وطنطا في ملعب غزل المحله العام الماضي، صحيح، مدافع طنطا طلع فوق ولعب الكوره بايده، صحيح، ويطلعوا البهوات كلهم يقول لك لا مش ركله جزاء. ليه؟ عشان الحكم ما حسبهاش، عشان يدافعوا على الحكم، عشان يداروا مصيبه، يقوموا يمشوا الغلط. ادي اللي حصل يا كابتن سيد، ان هم بيمشوا الغلط، الحكام تايهه بين الصح والغلط لغايه دلوقتي. طب طريقه التعامل كابتن عبد الستار، يمكن انا ذكرت مثال من شويه، طريقه التعامل انت بتبني شخصيه، هل طريقه التعامل كمان من الحاجات اللي ممكن تبني حكم، مش عايز اقول تربي حكم، عايز اقول تبني حكم مظبوط، لما تكون طريقه التعامل فيها نوع من الغرور والكبرياء والعظمه اللي هي مش عارف اوصفها غير اكتر من كده، يعني انت بتبني شخصيه ازاي تتعامل معاها بالشكل ده؟ طبعا ما انا بقول لحضرتك الحكم بيلقط من رئيسه او من لجنته. النهارده أول حاجة الحكم بياخدها من المسؤول عنه الشخصية. الراجل ده شخصيته إيه؟ هل راجل العباني؟ الحكم فجأة بقى العباني. الراجل ده سوي وماشي صح صح والغلط غلط، وكل واحد بياخد حقه، ومفيش عنده غير ميزان عدل بين الحكام وبعض، ودي أخطر ما يكون. أخطر ما يكون. أوكي. للأسف. ومش طيب. موجودة في مصر. لو اديتني مش موجود. لو اديتني ثلاث اسباب او اربع اسباب ملخصهم اربع كلمات، يعني واحد اثنين ثلاثه اربعه للمستوى اللي بنشوفه في التحكيم في السنه دي يا كابتن عبد الستار. ده تراكمات المواسم اللي فاتت. واحد اثنين نمره اثنين، الدوري السنه دي قوي شويه فاعلى من مستوى التحكيم. ثلاثه
نمرة ثلاثة الحكام. مفيش حكم عندنا معد بدنيا ونفسيا صح. مش موجودة. عندك حق. مش موجودة. كابتن جميع المعسكرات اللي احنا كنا فيها كحكام كحكام. اوكي. كان يجي لنا معد نفسي يقول لنا عد نفسك ازاي قبل المباراة. وتعمل ايه؟ وازاي تبتعد عن مشاكل البيت ومشاكل شغلك؟ وتعد نفسك قبل المباراة ب 48 ساعة، عيش المباراة قبلها ب 48 ساعة. أوكي. النهاردة كل ثلاث أيام ماتش يا كابتن سيد. صحيح صحيح كابتن سيد. الحكم بيتبلغ ليلة المباراة ده ممكن يتبلغ الصبح كمان. ممكن يبقى اساسا ما نامش ولا حاجه اساسا، ولا مسافر، ولا ما يعلم بيها الا ربنا في اي مكان. بيتمرن جامد عامل صحيح صحيح ولا حاجه في الصال في الجيم ولا حاجه. فطبعا للاسف هم بيقضوها. وبعدين تعالى بقى حضرتك شوف اللي ممكن، واتمنى انها ما تحصلش واطلع غلطان. الموسم احنا بنلعب دلوقتي، احنا في الاسبوع الكام يا كابتن سيد بعد اذن حضرتك؟ احنا ما كملناش السادس، احنا في لسه في الناس ما لعبتش السادس اصلا، وما كملناش 20 يوم في الدوري. صحيح. يعني 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 بلعب كل 3 ايام ماتش يا كابتن سيد، واحنا لسه في بدايه الموسم. طب بعد 15 ماتش اللعيبه هتبقى فين والدنيا هيحصل فيها؟ عندك حق كابتن عبد الستار علي، شكرا جزيلا لحضرتك. عندي لكم مفاجاه كبيره جدا، صوت وصفاره